على هذيك نهضر ودير قبك بعدا شي شويه وراه في قلبي قبي دابا لبنى هذيك نهضر في قلبي عليها ما تمشيش تقول خالتي يبا ما فين دارت لي ديالي ما قالك بنتي هذه دايراها بالشهوه في رمضان وصافي ومن رمضان هي تبعها شوفي شتي هذه داز لا الموديل تلبسيها في رمضان الجاي يخرج داك الشيء شنو قلت لها كرمي عليك هضرت ولا ما هضرتش قلت لها شوفي رمي عليك هذا الزبال وعطي سبيل الله اللي لبسوا الناس لا هذا الموديل هذا غادي يجي الموديل الجاي هذا الموديل بعد هذا الكيمونو ما غير بقاش غادي تخرج حاجه جديده المهم البنات عرفتوا لقيتوني في واحد الروينه واحد الروينه داكشي مجهز داكشي بوحدو لقيتوني كنخمل وداكشي كنجبد الحوايج ديال شوف هاو هاي شوفوا الشفارة عندي في الدار وانا ما فراسيش وغير نجلس عليها بلاتي شويه اختي غتكرت اختي داكشي رائع رائع البنات يلا خوتي بيضة ما عرفتش البيضة فينا هي شوفوا البنات هذا تعقل عليها لبنى هذا 7000 ريال وشنو درنا عليه عقلتي عليه ماشي في اكادير غلطتي في مراكش اه مشيتي بيه لاكادير غتصطي في البحر واقيلا عرفتو هذا درت عليه فضيحة لبابا باش يشريه ليا وبابا اللي شراه ليا من اولكا ديال مراكش المهم بابا مسكين الله يغطيه عليا عقلتي داك مراكش ما دار كان وعا عرفتي بالسيف 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 باش شراه ليا ولصقت فيه واحد اللصقة مجهدة كيحمق مراكش داك الشيء يا نزرة داك الشيء يتصبن كيتصبن لان وحشومة راس جاتك وهاديك تصلا يتصبن زيدي ديري لي السيقان سيقاني لا متخافيش ايوا المهم حنا دابا فهاد الروينه كتعرفوا داك الروينه ديال كتجمعي تجبدي الحوايج ديال البرد وتدخلي الحوايج الشتا دابا حنايا شوفوا في هاد البلاصه شوفوا كيفاش دايره من تحت لنا موسيه خرجي داك العلام لبنى بغات العلام ويل هذاك الشيء والله صافي الا بغيتي تقطعي العلام قطعيها خالتي شوفي غنديرهم في الماريو الاخر علاش يعمروا لك هنايا صافي من الاحسن اللي شاطا يكون ليه قطعيها العلالق شوف شو شحال العلالق شحال العلالق انا ديجا عندي هادوك في في هذا يعني ما نحتاجش هذا لبنى نسي جمعي تيحوي هي هذا هي قنطوها وانا لا باش تخلي لك البلاصه راه عندنا هي البلاصه زين راه نهار ماراطوني كيفاش انا طلعت بعدا كنبان بيرفكت داكشي بلا ما نضر المهم القيلة في تمارة اليوم في الصباح فقت بكري مشيت قديت بزاف الحوايج جيت للدار الصباح وانا واقفه على البيت كنخمل فيه يا باينه تقنات لا. انا جبت خالتي ديما كنجيبها ملي كنبغي نقضي شي حاجه في بيتي خصوصا بحال هكا ملي كيكون الماراطون عندي ضروري ما نقدرش بوحدي صراحه بزاف كنوحل في هاد الروينه ايوا المهم انا كنخمم فاش نستنى نوريكم الغزيل كتعجبك هادي هاكي هاكي تعالي لي بخطيح هاكي هاكي اما تاخديهاش شتي منين داك لا والله ما تاخديها راه غير ضحكت معاك علاه خبشاتني علاه هاد العدد كامل لا خبشاتني راه ضحكت معاك وحق الله دابا ما هادشي كامل والله الا ضحكت معاك جات معايا مع الاوتفيت ديالي راه ما يمكنش هذيك كنحماق عليها واخا واخا ما كنستعملهاش بزاف ولكن في شي سفر ولا شي حاجه زوينه انا سافر تركيا هذه الخبشه اللي خبشات شتو زينب جتام هانتوما البنات شوفوا البيت كيفاش رجع من بعد ما قديناه مزيان وخملناه مسحنا كل شيء عرفتوا المهم خملنا واحد التخميله واعره هاد المره وكل شيء على ماريو هو اللي كان عليه العمده اكثر حيت ماريو ديالي كان مرون ديال بصح ولكن دابا لا علقنا كاع اللي خصو يتعلق في بلايستو زين دايره لنا فضيحه هاد البلاصه ديال السكان ومثلا شي فولار ولا شي حاجه بغيت نحطها هنايا
المهم عندي هاد البلاصه بحال هكا، هنا كبيبطات وداكشي، وعاد راني من تحت الناموسيه درت البيجامات وداكشي منين نبغيهم نهز الناموسيه وناخذ، وعاد وصافي نولي نهبط ناموسيه حيت هذا راكم كتشوفوا عندي صغير بزاف بزاف بزاف. ومنين غادي نجي هنايا وندير كاع داكشي اللي بغيت غادي يمشيوا اللور وما غاديش نبقى نشوفهم كاع باش نلبسهم، دونك خلي هذا خفيف هكا من الاحسن. بالنسبه لهاد البلاصه ديال الحمام المرايه ضروري خصني عاد نمسحها، شوفوا المرايه كيفاش دايره. شوفوا بعدا هاد البلاصه كيفاش ولات بلي برودوي ما يمكنش حل، عمرات بزاف بزاف، خصوصا انني كومونديت بزاف د الحوايج من الشركه ديال اكابيجو اللي غنيه على التعريف، كاين الناس كيعرفوها كاين اللي مازال. المهم دابا نبارطاجي معكم داكشي اللي خديت من اكابيجو، هانتوما كتشوفوا داك لي برودوي وداكشي، خصني عاد نقص اللي خصو يمشي، ولكن تقريبا مازال عندي كلشي جديد، يعني عندي غير داك الجيل نتوايون ديال كاموميلا بلو هو اللي صافي تسالى، اما تبقي كلشي مازال هو هذاك، وبيوم حتى هو تسالى اللي ما بقاش فيه. مهم شتي شحال ديال لي برودوي، ضروري خصني شي رونجمون ولا شي حاجه، راه ضروري موصلو بنا فاش تخرج ولا بانت لها اوكا وبانت لها شي حاجه تاخدها ليا معاها. مهم داك الساعات عاد نتفاهموا بيناتنا. المهم شوفوا شحال ديال لي برودوي كاينين، صافي مبقاش هنا تستوكا، ما يمكنش انا براسي داير لي القلق، هادشي هذا ما كيخلينيش كاع نخدم فراحتي منين نبغي ندير شي حاجه سكين كير ولا شي حاجه، صافي ما بقيتش كنرتاح. كنشعل الضو كيتخدم هذيك الفرفره وكدير صداع بزاف، داكشي علاش درت غير فلاش. المهم هنا دايره داك لافاليز حيت ما كنبغيش نديرها برا، من الاحسن هنا ملي كنبغي ندوش كنخرج هادشي كامل اللي كتشوفوا وكندوش، وعاوتاني كنسالي كنسيق وداكشي وعاوتاني كندخل. هنا دايره داك رينغ لايت، هنايا لي برودوي اللي كنرسم بهم، حتى هما خصني ليهم شي رونجمون. مهم اي حاجه خصني ليها رونجمون. من البيت هاد النهار بحال خففته شويه، مابقاش داكشي شارجي، اللول كحل كيبين ليا البيت صغير ومغموق، والنت كيوسخ ليا البيت بزاف، الارض ديما كتلقيها بداك داك الزغب الكحل كيوسخ ليا. المهم الكحل انا بالتجربه كيوسخ ليا البيت بزاف، ولكن بعض المرات كنتشهى فهاد الفصل هذا ديال الشتا كطيح ولا البرد ولا كيعجبني، ولكن صافي عاوتاني غير واحد السيمانه وكيطلع ليا في الراس كيعجبني البيض. البيض هو احسن حاجه كتجيني مع البيت ديالي، اصلا غوز كيجي معاه غير بيض. ايوا المهم هادشي اللي كاين. شوفوا داك الطابلو اللي كنت رسمت داك المره علقته هنايا فهاد البلاصه الرسم، وكيبان ليا اي طابلو غادي نولي نرسمو غادي نولي نعلقو فهاد البلاصه، حيت صافي هاد الكوتي هذا وهاد الكوان درتو ديال الرسم، واي حاجه مثلا درت شي رونجمون ولا شي حاجه غادي نديرو تما باش يبقى هاد البلاصه غير ديال الرسم، ولي طابلو غادي نبقى نحطهم هنا. ما تديوش على داك الشانيل العوجه ما جاتش زوينه كاع، اصلا داك الطابلو رسمت من التحت وليت تصبغت وليت رسمت فوق وليت تصبغت، فتالي عاد درت له كحل ودرت داك الشانيل ما جاش زوين كاع، في كلتا الحالتين ما جاش زوين. المهم دابا ناخذ طابلويت اخرين ونرسم ونوريكم داك الساعات كيفاش يجي داكشي، صراحه الرسم بالنسبه ليا شي حاجه زوينه. ايوا المهم نمشي نوجد راسي. محتى البيت ديال اختي خملاتو، شكرا ليها خالتي هبه، دارت لها هكا وما عرفتش علاش خلطت لها النونس هذا كان ديالي وكان عزيز ليا عطاتو لختي. المهم هذا هو البيت ديال اختي، صافي كلشي مجموع. البيده ديالي ناعسه، البنات لبنى دارت لنا طاجين باش نتغداو، صراحة هادي ست الشيام مزيان متغديناش، حد النهار كامل قيلنا غير في تخمال تخمل خمل خمل راكم عارفين. المهم دابا دارت لنا، ماشي انا اللي تخمل، صراحة لبنى خرجت، ولكن المهم خملنا الدار اون جينيرال شكون خملها كيفاش. المهم تخملات، درت لنا هاد الطويجين هذا، صراحة فيا الجوع قبل ما نخرج ناكل. ايوا صافي هذا ما كان، تسمعوا الكوكوت كتصفر دايره لنا يا اختي هي الحريره، شوفوا عندنا الكوكوت كتصفر، الدجاج غادي يتقطع. المهم كاين واحد الاجواء زوينه في الدار، انا كتعجبني هاد الاجواء هادي، دابا دايره الحريره طالعه داك الريحه ديال الحريره كتعجبني بزاف، كتبين الدار بشكل كيعجبني هاد الجو هذا. المهم غنتعشاو ان شاء الله اليوم بالحريره. صافي دابا راني قديت شعري، شكرا لبنى على الحريره، عرفتي واحد الريحه زوينه صراحه، يعني انسان واخا ابسط الحوايج تشكرك عليها. المهم البنات
التصوير ديال تليفوني ما بقاش كيعجبني لا علاقه كتبقي على الكارطه لا ماشي كنبقى عليه ولكن راه فعلا ما بقاش كيعجبني دابا نتوما واش عجبكم هذا التصوير هذا عجبكم هذه الكاليتي ما زويناش ماشي بحال اللي كانت يعني واخا دخل كان حسن ما عرفتش علاش منين كيخرج كتبدل راسها كديروا وقيلا الشريك شي حاجه ماشي نورمال والله المهم كيكون في الاول زوين كيعجبك وشي هو هذاك من بعد كيبقى يتبدل ملي كيخرج مثلا ملي خرج ال14 تبدلت شويه ملي خرج ال15 ولا مكفس بزاف دابا كنحس بلا كاليتي ناقصه عندي اكثر من القياس ضروري خصني ناخذ ال14 في اقرب وقت ان شاء الله لا دابا انا ساليت الغداء وجيت باش نبارطاجي معكم لي برودوي اللي وصلوني البارح من اكابيجو البارح وصلوني ولكن البارح صراحه ما كنتش قادره كاع حتى نهز التليفون ونهضر معكم حيت كنت مريضه بزاف والحمد لله اليوم مزيان انا باش زوينه هادشي فيا هو انني اليوم نقدر نكون مريضه من ديك الدقه ولكن لا غدلي صافي غير لي صنفيق نرتاح شويه نتكالما هادي صافي من بعد كنكون مزيان الحمد لله صبحت اون فورم شويه خصوصا الفيق بكري هو اللي كينوض فيا الحماس كيحرك فيا الدم تجلس بزاف صعيب عليا انا بعدا ملي كنجلس بزاف كيجيني واحد الخمول اكثر من القياس هو اللي كيمرضني منين نط اليوم في الصباح وتحركت شويه وكذا ومع دابا الشغل شويه درناه صافا الحمد لله المهم غادي نبارطاجي معكم لي برودوي اللي خديت المهم غادي نبداو اول حاجه خديت بالنسبه اللي بغيت نبدا نعتني بالبشره ديالي ونعتني باي حاجه ان شاء الله حيت انا صراحه ما كنستعملش هكا لي ماسك ما كنستعملش بزاف د الحوايج ولكن دابا الفوق ان شاء الله ما تشوفوا غير داكشي الزوين المهم خديت هذا هو الماسك خديت هاد الماسك هذا غادي نخلي لكم بالنسبه اللي بغات انا نوريكم لي برودوي كامل اللي خديت وبالنسبه اللي بغات كوموندي ولا شي حاجه راه غادي نخلي لكم نيميرو فين تكومونديو غادي نخليها لكم هنايا اللي بغات كوموندي اولا شي حاجه نخلي لكم النيميرو هنا من اكابيجو الاثمنه فيهم جد مناسبه هادشي اللي عجبني انا واللي زعمني انني نشري صراحه ما بقيتش كنزعم انني نشري من شي سيت ويكون الثمن طالع فيها حيت كرهت راكم كتعيشوا معايا التجربه ديالي ملي كنكون خديت شي حاجه غاليه ولا وما كتصدقش ولكن هذه باش زعمت عليها هو الاثمنه رخاصين بزاف وفي نفس الوقت زوينين انا بنات على ضمانتي نعطيها لكم زوينين لي برودوي عجبوني كلشي لا كاليتي زوينه المهم خديت هذا الماسك هذا لا ها هو الماسك هذا ماسك ديال الوجه كديريه وهذا مقشر المهم خديت هذا الماسك والمقشر ديالو هادو بجوجهم خديتهم وبالنسبه ليديا مع كيكحالو دابا راهم كحل بزاف مع الشمس اللي عندنا فاس وداكشي راه بزاف خديت هذا الكريم هذا اللي كيبيض مبيض ديال اليدين هذا ورخاصين دابا كتلقاي اثمنه المهم غتدخلوا النيميرو اللي حطيت لكم سولوها الاثمنه تصيفط لكم بي دي اف يعني غنشرح لكم كلشي بالديتاي وهاد الشركه ديال اكابيجو راه زوينه المهم اللي بغات تدخل تشوف الاثمنه راهم رخاصين بزاف هاد الكريم هذا ديال اليدين كديريه في يدك هكا في الليل يعني من الاحسن اي حاجه بغيتي ديريها من الاحسن ديريها في الليل يعني باش ما تضربكش الشمس وبزاف ديال الحوايج كديريه المهم هذا كريم ديال اليدين كيبيض اليدين وخديت معاه حتى هاد السيروم حتى هو كيبيض اليدين المهم انا درتهم بجوج هاد الليله بالضبط درتهم بجوج شوفوا معايا هاد السيروم هذا المهم كديري شويه في يدك وصافي المهم هاد السيروم هذا خديته حتى هو المهم بقيت كنشوف داكشي اللي غادي يعجبني انا ويصلح لي في نفس الوقت بالنسبه للشعري كما قلت لكم كنستعمل واحد الزيت اللي كطول الشعر دابا تسالات ليا وقلت علاش لا ما نبدلش ونشوف عاوتاني شي زيت وحده اخرى ولكن راني غادي نرجع لديك الزيت هذيك ضروري نرجع ليها حيت هي اللي كطول لي شعري وطولات وليا تبارك الله راه غير من اخر مره شفتو شعري طوال تبارك الله المهم وليت خديت هاد الزيت هذه غزاله البنات المهم باينه ديال الثومه فيها الثومه والبصله والثومه والبصله حنا كنعرفوا شنو كدير للشعر تبارك الله ما شاء الله انا من النوع اللي كنعجز انني نقشر الثومه نقشر البصله نديرها فوق البوطه نديرها في قرعه الماء نخليها سيمانه ولا 15 يوم يعني كنعجز على هاد المراحل هادو بزاف اللهم كنمشي نشري زويته اللي تكون ثقه في الشركه اللي صوبتها ثقه في الناس بزاف الحوايج اللهم بحال هكا من الاحسن هذه من الثومه والبصله ديال الشعر كتكتفو ما كتخليهش يطيح بزاف خصوصا حنا فهاد الفصل الخريف راه بزاف دابا الخريف ولا بلا خريف
راه بزاف طيح الشعر انا بعدا بزاف، خصوصا مع الكيراتين وداكشي كيطيح ليا بزاف شعري صراحه. المهم خديت هذا، شوفوا البنات اللي غيشوفوه هذا الليبستيك ديال شنايف اللي غيشوفوه يقولوا لي انت كديري هذا، ولكن راه اول مره غنزيرو ناخذ هذا الشيء هذا، ما عمري خديته، قلت ارا نجرب شنو غيدير، حيت كنبقى نشوف انا البنات كيديروا كذا هذا كيقول لك كيخلي داك لي بيكمون كيدير بغيت نجرب زعما غير تجربه وصافي. المهم داكشي علاش خديت هذا اللي كينفخ شنايف، هذا اللي كينفخ شنايف ماشي كينفخولك مثلا كديريه وكينفخ لك داك الساعه، لا كينفخ لك مع الوقت، ومني كينفخ كيبقى لك بحال اللي دايره فيلغ ولا شي حاجه، يعني ملي كينفخ على واحد الوقت خصو وقت وخصو يعني تستعمليه يوميا، ولكن ملي كيتنفخوا لك شنايف كيبقى، يعني انا هادشي اللي قالوا لي كيبقى لك داك ليفي ديالو. المهم هو هذا بالنسبه اللي بغات تكومونديه ولا شي حاجه، زوين لبنه عجبه بزاف، حيت لبنه لبنه عجبه هادشي اللي كاين. انا المهم حيت الصراحه زعما ما عندي شنو نفخ غير زيغه وصافي. المهم هو هذا. شنو اخر خديت؟ خديت هاد الكلوز هذا اللي عجبني بزاف، هاد العكار هذا كيحمق لا ريفيرونس ديالو 04 كيحمق اللون ديالو. دابا لقيتوني خارجه، هو اللي غادي ندير هاد اللون اللي كيجي مع كل شيء، مع اي حاجه لبستيها غادي يجي كات اللون. المهم ندير انا كيجيش معيق، شفتو كيحيد لك داك التصبغات اللي كيكونوا في شنايف، مثلا انا عندي هنا غوز هنا ابيض، كيخلي لك لون موحد وفي نفس الوقت لون زوين، شتي الفرق؟ المهم انا عجبني، واللي عجبني فيه كتر بالنسبه لي انا كنستعمل بزاف العكوره اللي مات، هذا لا هذا واخا مات كريمي كيبقى لك هكا كريمي فمك، كيبقى لك زوين لين فمك، ماشي داك النوع اللي كيقصح لك الفم وكتحسي براسك ما زوينش. هذا لا انا عجبني ارطيطب، كيجي زوين خفيف ظريف وما كيزوش. البارح بقيت به ومشيت للكافي مشيت للسونتر مشيت بزاف وهكا جيت لقيتو مازال. شنو خديت؟ خديت هاد جيل انتيم ولا كريم ايدراتونت، المهم هذا كيبيض وهذا كريم ايدراتونت. هذا كونتور دي زيو، بالنسبه لي انا كتشوفوا الهالات السوداء اللي عندي، واش كتشوفوا الهالات السوداء؟ راه ما يمكنش، عندي بزاف ديال لاسير كثر من القياس، حيت كنسهر راه اوتوماتيك ملي كتكوني كتسهري كيكونوا لاسير، وكاين اللي كيسهروا ما كيكونوش عنده، ولكن انا عندي لاسير. المهم داكشي علاش كنعاني المعاناه شقة مع لاسيرن، كنشوف لي برودوي اللي غادي يناسبوني. المهم انا بالنسبه لي دابا خديت هادو، علاش انا زعمت وخديت هاد لي برودوي كاملين من عند الشركه؟ حيت الثقه فيها ما عرفتش علاش، حيت الانسانه اللي كومونديت من عندها مادام قالت لي الهضره ما كنزيدش نتناقش معاها، كيف ما فشحال هذه قالت لي هذه زوين كنلقى فيها لا زوين، يعني ما كنزيدش عاد نقول لا واش تكون كتضمني باش نكوموندي ولا، يعني انا كنثق في هذه الانسانه هذه اللي كومونديت من عندها، كنثق فيها اكثر من القياس، وهي اللي غادي نخلي لكم النيميرو ديالها. وفعلا داكشي علاش انا دابا كنقدم لكم هذا الشيء واثقه من راسي، زعما عارفه راسي شنو كندير. المهم خديت هذا، وبالنسبه لي انا اول مره غنكوموندي، راه غنكوموندي مثلا غير شي لبستيك ولا غنكوموندي شي حاجه خفيفه، ما غنكومونديش هادشي كامل، وما عجبنيش غنكوموندي هادشي كامل، راه كومونديت يعني هذا راه ماشي اشهار. انا فعلا عجبتني هاد الشركه، هادشي راني مخلصه فيه فلوسي وكنشاركو معاكم، فعلا عجبتني هاد الشركه وهاديك اللي كومونديت من عندها كنثق فيها بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للبنات اللي غيشوفوا النيميرو هنايا فاش حطيتها لكم قبل، غادي يدخلوا غيهضروا معايا على اساس انا لا ماشي انا البنات، حيت كتوقع شحال من مره مثلا ملي كنحط النيميرو ديال شي وحده ولا كيمشيو يهضروا معايا على اساس انا لا ما يعني ما عنديش النيميرو ديالي اللي بغاتني تهضر معايا في انستغرام، هادشي اللي كاين ولا تيك توك، حتى تيك توك حتى هو مزيان. تيك توك ديالي وانستغرام ديالي نفس سميه يسرى ستيل. وبالنسبه للكريم ايدراتونت
ميمكنش ضروري خصني نضغطي لابو ديالي قبل ما نعس. ميمكنش انا بالنسبه ليا ضروري نضغطي البشره ديالي قبل ما نعس، يعني عندي هذه معتمده. بعد ما نديماكي وجهي بعد ما نغسلو مزيان صافي بحال كتبقى، الا ما درتش لا كريم ايدغاتون بحال كتبقى شي حاجه ناقصاني. المهم كنت كنستعمل وحده، ودابا قلت علاش لا ما نوليش نجرب هذه واحسن صراحه. شوفوا كنت كنستعمل كلارانس، كانت كتعجبني كلارانس بزاف، وصافي ملي سالات ليا وليت قلت علاش لا ما نجربش هذه. حتى هذه باينه غادي تكون زوينه، جربتها غير البارح خلات ليا لابو ديالي زوينه، عجبتني بزاف. المهم ها نتوما هي هذه اللي بغى يكوموندي، انا عطيتكم كلشي، خليت لكم نيميرو ديال التليفون اللي بغيت تواصل معها يقول لها غير من طرف ديال اليسرى. وهذا ما كان البنات جو بونس صافي ساليت صافي. دابا راني خارجه كومونديت ان درايف، صراحه تعطلت شويه ولكن ماشي مشكل حيت ما بقاليش الوقت، وغدا ما عنديش الوقت، راني غدا دايره رونديفو مع الطبيب، يعني غدا غيكون عندي شارجي، دايره رونديفو مع الطبيب على حسب داك لوبيراسيون اللي قلت لكم البنات راني مهتمه بها اكثر من القياس. غادي نشوفها في اقرب وقت ان شاء الله، وواقفه علاش غلاتي كلهم داكشي علاش صافي. واخا بقى لي هاد الوقت دابا، هادي راه 7 د العشيه وغنحط لكم الفيديو دابا في الحين، وغادي نمشي للصالون نقاد هادشي. انا محس علاش خارجه دابا حيت الضفران صافي مابقيتش قادره نستحملهم اكثر من هكا صافي، عاد طلعوا ليا فراسي بزاف. غادي نحيد هادشي نقاد حالتي عاد نقدر المورال يطلع ليا شويه. المهم غادي ندير هاد البارفان ديال الشعر، عرفتي هاد البارفان كيخلي لك ريحة النقا في شعرك. إوا صافي راني دوشت بيه. المهم شعري ما مصوبش مزيان، مي بون هذا ما كان البنات. دابا غادي نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.